والله هو بركاته اليوم نكملوا الكول ديال ميكانيك دو بوان ماتيريال على موقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نجيبوا لا لوا دو كومبوزيسيون دو اكسيليراسيون. شفنا في الدرس اللي فات لا لوا دو كومبوزيسيون دو فيتاس, وقلنا واحد لو كونديسيون هادو قلنا انهم خاصهم يتحفظوا. يعني في فيديو اخر تحفظ هاد الايكواسيون ديال ان لا فيتاس ابسولي كيساوي لا فيتاس غولاتيف كيساوي زائد لا فيتاس دونترينمون. قلنا ان هاد الايكواسيون كتحفظ, قلنا ان فيديو اير كتحفظوا هادي, قلنا فيديو او كتحفظ هاد لو كونديسيون باش في التمرين تعرف علاش كنقولك حفظهم. لانك في التمرين ما كيقولكش ديمونطري لي ان هادي وكذا, كيعطيك واحد التمرين انت كتخدم هاد الغولاتهم هادو, اعتبرهم بحال شي علاقه. بالنسبه للوا دو كومبوزيسيون دو اكسيراسيون حتى هو هادو اللي بالاحمر خاصهم يتحفظوا, يعني خاصك تعتبرهم بحال شي علاقات وكذا اللي كتخدمهم في التمرين. صافي داكشي كندير انا ديما كنعتمد على هادو باش انهم يتحفظوا, عاد كنديمونطريهم ونشوفوا كيفاش نجبدوهم المسائل. اول حاجه نشوفوا السميه ديالها وهي لو اكسيراسيون ابسولي. سي كوا سا اكسيراسيون دو ابسولي؟ كنرمزوا لها هنا ب ا دو ا دو ام. هاد ا هادي يقدر يترمزها او لا غاما على حسب البروف. سي سامبل الوغ دو ام باش كتساوي كتساوي اشتقاق ديال لا فيتيس ابسولي في دو ا دو ام بارابور ا ار ان بارابور اير ماشي بارابور اير 2. ركز ليا بارابور اير 1 بارابور اير 2 راه كيتلفوا فيها الطلبه بزاف. الو عندنا لو اكسيراسيون غولاتيف ا دو اير 2 ام شحال كيساوي؟ كيساوي اشتقاق ديال لا فيتاس غولاتيف. سي سامبل بارابور اير 2 لا فيتاس غولاتيف بارابور اير 2 لاكسيراسيون غولاتيف كنحسبو كنقولو بارابور اير 2 و لاكسيراسيون دو ابسولي بارابور اير 1. صافي ركز معايا انا في هاد بارابور ان ا بارابور اي دو راه كيتخالطوا. عندك بالنسبه لي اكسيلاسيون دو اونترينمون هادي راه كيوقعوا فيها بزاف الاغلاط. عندك ا دو او دو ام نو با ايكال لا ديريفي ديال لا فيتيس دونترينمون. صافي هادي راه ماشي بحال لا فيتيس غولاتيف ابسولي, ماشي الشيخ ديالهم كيتساوى. هادي بعدا مهمه خاصك تركز معاها. الو حنا هادي زيدو واحد اكسيلاسيون جديده وهي اكسيلاسيون كوريوليس وهي ا دو اس دو ام, وهي اللي كتعطينا اكسيلاسيون دو كوريوليس. دابا نشوف شحال كتساوي. هاو دو كونديسيون ديالنا. اول حاجه لا لوا دو كومبوزيسيون دو اكسيلاسيون شكون هي؟ هي هاد الغولاسيون هادي. صافي هي ا هي لا لو اكسيلاسيون دو ابسولي كيما كنشوف اكسيلاسيون ابسولي ايغال اكسيلاسيون غولاتيف بلس اكسيلاسيون دو ترونمون بلس اكسيلاسيون كوريوليس. صافي هادي كتحفظ. صافي كتحفظها ما تزكليهاش. عندك في دو او دو ام حتى هي هاد الغولاسيون كتحفظ, وفي دو اس دو ام كتحفظ. دابا نشوفو كيفاش نجبدوه. يلا عندنا في دو او دو ام اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الاشتقاق الثاني ديال واحد الفيكتور او ان او دو بارابور ا ار ان, كلشي بارابور ا ار ان. صافي على دي دو اوميغا على دي دو تي بارابور ا. شكون هاد اوميغا؟ اوميغا وهي اوميغا ار دو بارابور ا ار ان, ماشي ار ان بارابور ا ار دو. داكشي هاد دو كونديسيون بحال هادو هما فاش كيتخرق الطريق برودو فيكتوريال لا فيكتور او دو ام او دو ام ديما او دو ام انت او دو ام او دو ام. صافي ما ديرليش او ان ام, راه كاين اللي كيدير او ان ام او دو ام بلس اوميغا برودو فيكتوريال. هنا الاقواس ديال هادشي كامل ديال اوميغا برودو فيكتوريال او ام 2 او 2. صافي سي بيان. الو ا دو سي دو ام شوف شحال كتساوي؟ كتساوي جوج. ها هي ار 2 بارابور ا ار هاد اوميغا راه حتى هي هنا ار 2 بارابور ا ار برودو فيكتوريال لا فيتاس غولاتيف. راه كاين شي واحد كيدير لا فيتاس ابسولين, لا فيتاس غولاتيف في دو ار 2 ام. سي تري بيان. دابا هادو كتحطهم عندك كتحفظهم, عاد نشوفو لاش كنستعملو. دابا نديمونطريهم نشوف منين جاو هاد العلاقات والمسائل كيفاش بقاو. غنحاولو نجبدو لو اكسيلاسيون ابسولي كيما العادة نجبدوها, يعني ا دو ا دو ام اشنو قلنا كتساوي؟ قلنا انها كتساوي الاشتقاق ديال في دو ا دو ام على دي دو تي. متفقين معايا؟ بارابور ا ار ان مزيان بارابور ا ار ان. سي بيان شحال كتساوي لنا؟ كتبوها هنايا. كتساوي لنا كتبوها بحال هكا دي على دي دو تي الاشتقاق ديال هادشي بارابور ا ار ان. كتبوها هنايا باش ما تخربقناش داكشي. اشنو عندنا الاشتقاق ديال اش؟ الاشتقاق ديال في دو ار في دو ار دو ام نو ام
plus, لان قلنا a في دو a لا لوا دو كومبوزيسيون دو فيتاس كتقول في دو a كتساوي في دو r بلس في دو e في دو r بلس في دو e في دو e شكون هي؟ هي القيمة اللي عندنا تما نعوضوها هنايا يعني اوميغا اوميغا ار دو ار ا بارابور ا ار ا برودوي فيكتوريال ايوا هذا راه مازال طويل برودوي فيكتوريال او دو ام ياك زائد هادي تي دو او ا او دو على تي دو تي بارابور ا ار ا ياك الكل بارابور ا ار 2 سي تري بيان ركز معايا اول حاجه اشنو غنديرو غنبداو الاشتقاق الاول غنحسبو في فيديو ال الاشتقاق ديالو بارابور ا ار 1 هنا راه ا ار 1 عفوا ا ار 1 سي بيان الو غنشتقو اول حاجه هذا في دو ال يعني اشتقاق ديال في دو ال دو ام la t de t par rapport à r c'est très bien il a l'acheté un v de r ou par rapport à r2 c'est que je suis qui c'est au v de r ou d de o de la o de m la t de t par rapport à r2 et ni un ou bide de l'aise rapport mobile ou je n'ai pas une chaque fois et avec par rapport avec un rapport fixe عندك هذاك ابسولي هذاك غولاتيف وهذاك ابسولي كنديروا لا غولاسيون ديالنا اشنو كيساوي لنا هذا كيساوي لنا الاشتقاق ديال في دو ار ام على دي دو تي بارابور ا ار 2 بلس اوميغا اوميغا ار 2 بارابور ا ار 1 برودوي فيكتوريال في دو ار في دو ار 2 احنا درنا اشتقاق سي بيان شكون هو هذا هذا كما عندنا في دو اي بارابور ا ار 2 هو لا فيتيس ابسولي غولاتيف عاوتاني فيتيس غولاتيف يعني ان هذا كيساوي في دو ار عفوا لو اكسيلاسيون هذا كامل لو اكسيلاسيون غولاتيف يعني انه كيتكتب على شكل ا دو ار دو ام على صافي ا ار دو ام صافي زائد اوميغا برودوي فيكتوريال في دو ار دو ام سي تري بيان يعني حنا جبدنا في كتبوها هنايا اشنو عندنا 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 الاشتقاق الاول دي دو ار دو ام على دي دو تي بارابور ا ار ا شحال عطانا عطانا ا ار دو ام plus oméga produit vectoriel v de r de m oméga ça fait c'est très bien on a donné qu'ina l'échiqaq l'oul on dit l'échiqaq tani et puis il y a nina on dit le qu'on peut venir inshallah alors on chaque fois on trouve l'échiqaq d'il y a des si simple alors l'échiqaq d de t d'il دي دو او ان او دو ياك بعدا على دي دو تي بارابور ا ار ان بارابور ا ار شحال كنساوي عندنا هنا بارابور ا ار بارابور ا ار يعني الاشتقاق الثاني سي سامبل يعني الاشتقاق الثاني هذا جوج هنايا ا دو على دي دو تي او كاري على ار ان سي تري بيان يعني الشقاق الاخر دي شنو عندنا فينا دي دو او 1 او 2 على دي دو تي ياك بارابور ا ار 1 الشقاق الثاني نكتبو هنا الشقاق الثاني مني الشقاق الثاني سي بيان يعني الشقاق ديال هذا هو هذا صافي نمحيو دابا الوغ دابا نشتقو هاد البارتي هي اللي نشتقوها دابا نشتقو اوميغا برودو فيكتوريال او دو او ام صافي الوغ هنايا ركز معايا غير بشوية علينا الوغ عندنا حنا اشتقاق ديال اوميغا يعني دي دو تي ديال اوميغا
برودو فيكتوري او دو ام متفق معايا كل بارابور اش بارابور ار ان اشنو كنديرو هادي هادو لا فيكتور الشيخ ديال هذا هو بحال الشيخ ديال الضرب بحال كتقول فونكسيون فونكسيون اش كتساوي هو الاشتقاق ديال الاولى ياك دي دو على دي دو تي بارابور ا ار ان مالو برودوي فيكتوري هادي عاديه ماشي الاشتقاق ديالها زائد الاشتقاق ديال الثانيه فهادي عاديه سي سامبل يعني حنا ماشي تخربقهم يعني كيبقاو بنفس الترتيب اوميغا كتبقى بنفس الترتيب ها انت اوميغا عاد كدير برودوي فيكتوري الاشتقاق ديال هاد دي دو او دو ان على دي دو تي بارابور اش ار ان يعني كاين مشكل هنا في هاد البارتي هادي يعني خاصنا نديرو هاد اللعيبه فهمتي يعني نشوفو الاشتقاق ديال هذا بوحدو شحال كيساوي اشنو عندنا هنا عندنا دي لان او ام لان هاد لا فيكتور او دو ام ركز معايا او دو ام راه بدلالات ار دو فهمتي بدلالات داك الرابور اللي قلنا انه غولاتيف ولكن هنا قالك هدف بدلالات الرابور اللي غولاتيف وقالك شقو بدلالات داك الرابور اللي ابسولي يعني انا نديرو له دي دو تي بارابور ا ار ان يعني خاصنا نديرو له الغولاسيون اللي سجلناها هذيك الماتيك الدرس الفايت اللي ورا هذاك اللي ورا اللي درنا الفايت هو الاشتقاق ديال هادي نفسها نيت على دي دو تي بارابور ا ار دو بلوس اوميغا برودوي فيكتوريال او دو ام سي تري بيان نشدو هادي نعوضوها هنايا صافي فهمتو كيفاش يعني هادي نشدو هاد البارتي هادي نعوضوها هنايا ونشوف شحال تعطينا سي سامبل الا جينا عوضناها هنايا تبقى الكسبال تحت باش ما نكسبوها هنايا دي دو او دو ام على دي دو تي بارابور ار دو بلوس اوميغا فيكتوريال او دو ام سي بيان نمحيوها سي بيان شحال كتساوي لنا هادي كاملة كتساوي حنا دابا كنحسبو غير الاشتقاق ديال اش الاشتقاق دابا كنحسبو ديال هاد البارتي كيساوي دي دي اوميغا على دي دو تي بارابور ا ار ان برودوي فيكتوريال او دو ام هادي بلا ما نقيسوها ما عندنا ما نديرو لها زائد اوميغا برودوي فيكتوريال ارسا عوض ليها هاد القيمة هنا هادي بلاص هادي يعني دي يعني كتبوها هنايا دي دو او دو ام على دي دو تي بارابور ا ار دو بلوس اوميغا برودوي فيكتوريال او دو ام سي تري بيان دابا اش نديرو هنايا سي سامبل هادي برودو فيكتور هادي زائد هادي برودو فيكتور هادي يعني كتساوي صافي يعني كتساوي دي دو ا تبقى هادي كيما كانت على دي دو تي بارابور ا ار ان برودو فيكتور او دو ام بلس اوميغا برودو فيكتور هاد الاول شكون هو دي شكون هي هادي او ام شكون هي هادي شو معايا او دو ار دو واش كتفكركم في دو ار شتيها او دو ار دو يعني هادي كاملة راه في دو ار نعوضو حنا في دو ار باش تسهل علينا الكتابة وكدا في دو ار في دو ار دو ام صافي غنحاولو نبرو فيكتور حط لي في دو ار هنايا في دو ار دو ام بلوس تبع معايا هادي عاوتاني برودو فيكتوري هادي اوميغا برودو فيكتوريال برودو فيكتوريال او دو ام صافي سي بيان الوغ حنا حنا استنتجناها يعني ان كي كتكتب هادي كامله كتبوها كامله دابا كتبوها بالزرق ا دو ا دو ام شحال كتساوي كتساوي الاشتقاق ديال هذا بوحدو حسبنا لقينا كتساوي هذا يعني كتساوي ا ار ا ار دو ام بلس
Omega produit vectoriel V de M de M. الله تبارك وتعالى الوغ نكملوا لي شيخ ديال هذا عاوتاني بوحدو كما كتشوف هو هذا النتيجه كامله نكتبوه كامل زائد نصغروا شويه كتاب باش يكفينا البلاصه دي دو اوميغا على دي دو تي بارابور ا ار ان برودوي فيكتوريال او دو ام بلس اوميغا برودوي فيكتوريال في دو ار دو ام بلس لا ماشي هكا في اوميغا لا اوميغا برودكتور او دو ام سي تري بيان اشنو ناقصنا دابا حطينا في حطينا هادي مازال هادي الشق ديالها هو هاد بلس دي دو او ان او دو او كاري على دي دو تي او كاري بارابور ا ار ان متنساليش بارابور ا ار ان اشنو كنلاحظو شوف معايا عندك اوميغا في دو ار هي زائد اوميغا في دو ار نفسها شتيها يعني ان هذه زائد هذه كتساوي جوج يعني بلاصه هذه نديرو لها هكا يعني كتساوي جوج هنايا جوج هنايا جوج بلس سي بيان الوغ اشنو كنلاحظو نديرو هكا بلس سي تخي بيان دابا بانت لنا عندنا في دو ا ار اشنو قلنا لا لوا دو كومبوزيسيون فيتال كي كيتكتب كيتكتب على شكل A A A de M égale A R non A R de M plus H A de E yak A de E de M c'est bien faire A de E de M A de E de M je vais faire A de E de M زائد H زائد هادي ياك زائد هادي يعني هادشي كامل هذا هو ا دو ا دو صافي وهذا هو ا دو ار صافي اش بقى لنا زائد اش بقى لنا بقاتنا هادي دو دو اوميغا برودكتور في دو ار دو ام وهادي هي نيتان وهادي وهاد البارتي هادي شحال كتساوي هادي ا دو سي دو ام سي احنا سجلناهم صافي هادوك دوك الايكواسيون اللي قلت لك حفظهم ها انت ا دو ار ا دو ار ها هي راه عطينا القيمه ديالها عندك ا دو او قلنا ان الشق ديالها هو هذا كما كتشوف دي دو اوميغا على دي دو ار بارابور ا ار ان برودوي فيكتوريال او دو ام ام بلس اوميغا برودوي فيكتوريال جامع ديال اوميغا برودوي فيكتوريال او دو او ام بلس دي دو او ان على فيكتور او ان او دو سيكوند الشق الثاني بارابور ا ار ان وهذه ار دو سي سامبل هذا هو عندنا لا لوغ دو كومبوزيسيون دو فيتيس احنا سنجناها بالاشتقاق ديال هذا بارتي بشويه عليكم راه غادي يجيكم هادشي سي فاسيل ساهل بزاف يعني نكتبوهم هنا باش ما نتخربقوش اشنو لقينا لقينا ان ا او دو ام شحال كتساوي كتساوي لنا الاشتقاق الثاني ديال او ان كتبوا هنايا الاشتقاق الثاني باش نرتبوهم او ان او دو على دي دو تي بارابور كاري حيت انا حافظهم انا هكا بالترتيب زائد هادي دي دو اوميغا على دي دو تي بارابور ا ار ان ياك برودوي فيكتوريال او دو هنايا ام ماشي او ان او دو كما كنشوف او دو ام زائد بقى لنا واحد العنصر هو هذا اوميغا اوميغا فيكتوريال اوميغا فيكتوري برودوي فيكتوريال او دو ام سي تري بيان ها هي ا ها هي نزيدو ا سي دي ام شحال كتساوي هي هي هادي جوج اوميغا برودوي فيكتوريال في دو ار دو ام سي سامبل شوف المهم في هادشي بزاف هو ديك البارتي الاولى حفظها راه قلنا لكم حفظوا ديك البارتي الاولى لانكم غتحتاجوها هي اللي كتحتاجوها بزاف في التمارين نتمنى لكم انكم فهمتوا هاد البارتي فهمتوا لا لوغ دو كومبوزيسيون
دو فيتيس لا لو دو كومبوزيسيون دو اكسيراسيون. ان شاء الله ورا هذا الفيديو ان شاء الله هذا هو اخر فيديو عندنا بالنسبه لهذا الشابتر. ورا غادي نديروا واحد بيت اكزومبل اللي شمل هادشي اللي قرينا لا لو دو كومبوزيسيون دو فيتيس لا لو دو كومبوزيسيون دو اكسيراسيون نضبطوهم مزيان. نتمنى لكم حظ موفق. نتمنى انكم فهمتوا شنو كتبنا. اللي ما فهمش شي حاجه يحط لنا في الكومونتير ان شاء الله نخدموها. وبالنسبه للتي ديال صيفطوهم لنا باش نخدموهم باش ننصحوهم خاصه بالنسبه لهاد لو كومبوزيسيون دو فيتيس باش نضبطوهم مزيان. ونمشيو للديناميك ان شاء الله نكملوا الشابتر ديال الديناميك قبل ما يوصل ليكزام ان شاء الله. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم يا شباب.